تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 بعدما صادقت أكثر من 120 دولة على ميثاق روما الذي اعتبر الأساس القانوني لإنشاء المحكمة. المحكمة مستقلة ودائمة، وقد أنشئت لمحاسبة مرتكبي أشنع الجرائم الدولية كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتعتبر المحكمة الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، وهي لا تتدخل إلا إذا لم يتم التحقيق في الدعوى المقدمة قضائياً من قبل النظام القضائي الوطني. وتتدخل المحكمة أيضاً إذا قامت دولة بالتستر بشكل واضح على المجرم أو حمايته من المسؤولية الجنائية. أضف أن دولة معينة قد تكون غير قادرة على محاسبة المجرم بسبب انهيار نظامها القضائي، ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة شخص إلا إذا كانت جرائمه مرتكبة في إحدى الدول الموقعة على الميثاق أو إذا كان المتهم من مواطني إحدى هذه الدول. إلى ذلك يمكن للمدعي العام فتح تحقيق بناء على طلب إحدى الدول المصادقة على ميثاق المحكمة. كذلك يمكن للمدعي العام فتح تحقيق بمبادرة شخصية في حال حصوله على تفويض 3 قضاة مستقلين. أخيراً قد يطلب مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق، وفي هذه الحالة يمكن أن يشمل اختصاص المحكمة دولة غير موقعة على ميثاق روما.